تحتفل منظمة الصحة العالمية كل عام في 7 أبريل بيوم الصحة العالمي، والذي يصادف ذكرى سنوية لإنشاء منظمة الصحة العالمية. في كل عام يتم تحديد ثيم أو عنوان للاحتفال في هذا اليوم، بهدف استقطاب آراء جميع المجتمع في جميع البلدان على مستوى الدول العربية وغير العربية، بحيث تنتبه على أحد العوارض الصحية التي بحاجة إلى توعية وبحاجة إلى وقاية. هذا العام يوم الصحة العالمي يتكلم عن موضوع الاكتئاب. الاكتئاب هو يعتبر مرض بحاجة إلى اكتشاف مبكر. الهدف من حملة منظمة الصحة العالمية توجيه الأنظار إلى أن هناك من يعاني من الاكتئاب دون أن يكتشف هذا المرض في داخله. حاولت منظمة الصحة العالمية التركيز على الفئة العمرية من 15 إلى 29 تقريبا، وجدت أن هناك كثير من حالات الوفاة في هذا العمر وحالات انتحار بسبب الاكتئاب الغير مكتشف. ولذلك نحن ندعم كإدارة تعزيز الصحة، كإدارة متخصصة في التوعية، بأن ننشد العالم إلى ضرورة الاكتشاف المبكر لمرض الاكتئاب. هو أحد أسباب العزلة، هو أحد أسباب الأمراض الجسمانية، كذلك يسبب الكثير من الأمراض الاجتماعية، كثير من المشاكل في العمل، وقد يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر بصفة كبيرة جدا على حياة الإنسان. وهي دعوة من إدارة تعزيز الصحة إلى الانتباه إلى هذا المرض، ويدا بيد مع منظمة الصحة العالمية. تقيم إدارة تعزيز الصحة الاحتفال بيوم الصحة العالمي لعام 2017، وقد قامت إدارة تعزيز الصحة بقسم التوعية بإلقاء بعض المحاضرات في بعض المدارس على مختلف محافظات الكويت بخصوص مرض الاكتئاب. تبعا لمنظمة الصحة العالمية تم اختيار مرض الاكتئاب لعام 2017، وسننظم كإدارة تعزيز الصحة ندوة توعوية طبية بخصوص هذا المرض، وسيتم إلقاء في هذه الندوة من قبل استشاريين للصحة النفسية. الاكتئاب مرض شائع بيصاب به العديد من الناس على مستوى العالم، ويصاب به جميع المراحل السنية، فنجد مثلا الأطفال والحريم والرجال في كافة المستويات، ولا يقتصر على فئة معينة أو مستوى معيشي معين. فيلاحظ أن غالبية البشر الذين يصابون به يعانون من بعض الأعراض التي تمكننا من تشخيصه. مثلا نجد المزاج المضطرب، وغالبية الناس يعانوا من القلق والتوتر أو عسر المزاج. بيعاني مرضى الاكتئاب من النوم، ممكن بالزيادة في ساعات النوم أو عدم القدرة على النوم، كذلك اضطراب النشاط البدني، فممكن يكون في كسل شديد وخمول وإجهاد من أقل مجهود، كذلك الشهية للأكل. بعض الناس عندهم زيادة في الشهية، والبعض الآخر يعاني من قصور في الأكل أو الشهية. بنلاحظ أن مريض الاكتئاب أيضا بيبقى غير قادر على التركيز، وغير قادر على الاستيعاب في بعض الأوقات، كذلك أن العزلة بيعاني من أن هو عايز يكون لحاله. أيضا مريض الاكتئاب ممكن بنلاقي أن هو عنده أفكار انتحارية، وده بيكون غالبا في حالات شديدة اللي بتحتاج تدخل فوري من المتخصصين. والإدارة بتقوم بجهود كبيرة في التوعية الصحية في كافة مناحي الكويت للمقيمين والمواطنين، وبالتالي هي بنقدم دورات وندوات ومحاضرات في المدارس والهيئات والمؤسسات والفعاليات. بالنسبة ليوم الصحة العالمي للاكتئاب، قامت الإدارة بعمل بروشورات توعوية للجماهير، منها التعريف بمرض الاكتئاب والطعام الصحي في مواجهة الاكتئاب،
وأيضا الاكتئاب والقلق عند الأطفال، والاكتئاب في مكان العمل، والاكتئاب حول الولادة. كل هذه الجهود بيقوم بها فريق عمل متكامل لأجل خدمة الكويت تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد ووزير الصحة الدكتور جمال الحربي ووكيل وزارة الصحة الدكتور وليد الفلاح، وكل الشكر لكم جميعاً.